العاصمة البريطانية لندن مظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة. من لندن ينضم إلينا مراسلنا عبد الله ولسدية. أهلا بك عبد الله، ضعنا في أجواء هذه المظاهرة الأسبوعية، وأين تنطلق، إلى أين تتجه أيضا؟ يعني ما نحن نوجد في ساحة بورتلاند أمام مبنى البي بي سي، حيث تنطلق هذه المظاهرة الآن في لندن، وهي تنوي الاتجاه مباشرة إلى 10 داوني ستريت، حيث سيصل كل هؤلاء إلى هناك في بعد حوالي نصف ساعة من الآن. هذه المظاهرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، هي الذكرى 76 للنكبة كما تشاهدين ريما. ربما الآن هذه هي صور، نحن نوجد تماما في مقدمة هذه المظاهرة التي تنطلق الآن هنا. هذه الجماهير إذا احتشدت هنا، جاءت من كل المدن البريطانية من أجل المشاركة في المظاهرة التي تحيي الذكرى 76 لنكبة فلسطين. الشعارات المرفوعة هنا تقول أنه إذا كان العالم قد وقف موقف المتفرج أمام نكبة 750 ألف فلسطيني عام 48، فإن هذه النكبة اليوم التي تحدث في غزة تحدث على مرأى ومسمع من العالم تسمع على مرأى ومسمع من العالم. يعني يطالبوننا بالمغادرة ريما، يقولون بأننا نعيق مسار هذه المظاهرة. على ما يبدو التظاهرة تنطلق الآن في هذه اللحظات، إذا كما ذكرت عبد الله، من أمام مقر البي بي سي باتجاه داونينج ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطانية، ويبدو أن العدد كبير كما نلاحظ في هذه الصور. إذن انطلاق تظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة ونصرة لغزة ولفلسطين في العاصمة البريطانية لندن، كما كنا نتابع في هذه الصور المباشرة من هناك، وكان معنا مراسلنا عبد الله ولد.